كده وبعدين مشيت وبعدين انا رجعت تاني بس رجعت بعد وفاة والدتي لان انا حاسه ان الحياه ممله يعني في البيت بعد وفاتها وكده. بقعد على حاجه اسمها طيار ده اللي بلف في السوق هما بيشتغلوا بيه بس لسه ما اتعلمتش حاجه تانية. لا يعني والدتي كانت مدلعاني يعني متخيلين بتعامل مع الناس مش معنى مثلا ان انا كده فانفرد لوحدي كده لا بالعكس كده بتعامل مع الناس كويس صحابي بيحبوني انا بحبهم اكتر وقت مثلا واحنا بنشتغل بنضحك مع بعض ف مرتاحه انا نفسيا يعني. عملت ايه من ساعة ما جيت هنا من ساعة ما رجعت هنا شهر اتنين يعني اتعاملوا معايا بطريقة كويسة ما مثلا ما مش معنى ان هو كفيف يسيبوه ينعزل عن الناس لا بالعكس يخلوه يتقرب من الناس اكتر ويتعامل معاهم بحيث ان هو يقدر يعرف يتكلم اكتر باسلوب كويس يعني يكون الناس مرتاحة تتكلم معايا بس مش يخلوها ينعزل عن الناس لان في فعلا امهات وابهات كده لا هو انا نفسي يعني الناس تبقى كلها اسلوبها كويس هو انا الولد اللي انا عرفته ان هو نفسيته متاثره بحاجات كتير يعني هو مثلا قاعد لوحده ما بيعرفش يتعامل مع حد ما بيعرفش يتكلم مع حد يتعامل مع اهله في البيت لما مثلا لو درجه لو جه عندهم مثلا سباك بيخلوه يدخلوا الاوضه عشان السباك ده ما يشوفوش ان هو كفيف كده مبتدأ.com